يعني ساكته كده. لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت. بصراحه قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا انه الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاك يا حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها. شفت انت سيئه الناس ازاي؟ شفت انت سيئه الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئ. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى دمه تقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات التانيه اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرد بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي، الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه، بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي. ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى، اديك قلتها. انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره اسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟ ايه اللي يحصل في ايه وانا جاي من جامعه الدول العربيه؟ انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي. قومي يلا، قومي يلا، تعالى. هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. ايام الكليه بقى كانوا ركبونا من غير سرج ومن غير سرعه، ياما طلبت دغدغت صف الضابط يقول لك اركب. هتعملي ايه؟ لازم تركب. ماشي يا زهر، هو ده اللي علمنا ركوب الخيل. ايه ده؟ مين الرزق اللي بيكلمني دلوقتي؟ بسرعه حبيبتي لازم ارد. الو، يا طاهر، ايه الاخبار؟ طمني. انا عرفت ميعاد ومكان العمليه الجديده. خلصني. المكان عند البحر الاحمر على الحدود مع السودان. والميعاد امتى؟ يوم الثلاث الفجر. طيب ابقى اكلمك تاني عشان اعرف كل التفاصيل. ها الله كريم. سلام. سلمى عندي ليكي خبر باين، احنا لازم ننزل مصر دلوقتي حالا. ايه احنا في ايه اللي حصل؟ معلش عندي ماموريه مهمه جدا، لازم ابقى موجود في مصر الليله دي. بس احنا ما كملناش اسبوع. ليكي عندي، اول ما تخلص الماموريه نرجع نقعد اسبوع اتنين شهر اتنين زي ما انت عايزه. زعلانه صح؟ اوامرك يا ست الرائد. انا اعمل ايه يعني؟ ما هو شغل. انا عملت اتصالات بقوات الجيش وحرس الحدود عشان يساعدوكم في الماموريه، واظن كل واحد فيكم عارف هيعمل ايه بالظبط. ان شاء الله يا فندم باذن الله. اهم حاجه عندي السريه في تنفيذ العمليه والقبض على المهربين وهم متلبسين، مفهوم؟ تمام يا فندم. اي اسئله تانية؟ ما اعتقدش يا فندم. تمام ان شاء الله. اتفضلوا وربنا يوفقكم. استنى انت يا حسام، عايزك. اتفضلوا. واحنا يعني ولاد البطه السود؟ ما دورت بتقول ايه؟ اشمعنى يعني سياده الله عايز حسام على انفراد؟ ولا هو ما فيش غيره على الحجر؟ وانت مالك يا حشري؟ ما تبص في طبقك مش طبق غيرك. طبق ايه؟ هو ده بيكفيه طبق؟ ده مكوش على الحله بحالها ومسيب لنا غير الفتافيت. يا ساتر يا رب، ده انت نفسيتك زباله. يا ابني حسام ده اكتر واحد بيتعب في الاداره دي، وما شاء الله سجل ابيض وزي الفل من ساعه ما اتخرج، وبعدين قلبه جامد وما بيخافش، وده اللي منجحه ومخلي كل الظباط نفسهم يبقوا زيه. الا انا مش عايز ابقى زيه. حتى لو عصت والله ما هتبقى ربعه. اوعى. شفت يا محروس ازاي بندخل البضاعة؟ شفت؟ واوعدك يا دياب اني هتعلم ان شاء الله. اخويا جابر. لك يا سي جابر. لك يا محروس. كيفك؟ الحمد لله. مش بعاد يا دياب تاجي وتستلم البضاعة بذات نفسك. بدي تفرج محروس على الشغل، هو بيجي واحد منينا. بلك انت؟ دياب ده
ما يعرفش يعمل حاجة واصل، لا يعرف يستلم ولا يخزن. كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس، وبعدين يروح ياكل حمام وينام. جابر ديت ملك الدخين والتخزين والتشوين كمان والتوزيع، ولا نسيت اياك؟ لا ما نسيت شيء. همو يا رجاله قوام قوام. هزعل عليك قوي يا ابو عتسب. ايه؟ لا يا باشا، خد الزبون. جابر يلا 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 جابر. السلامة على حبي وحبك وعدي ومكتوب لي احبك. عيني عليك يا ولي حسن. الله يبارك فيك يا حبيبتي، والله شفنا الموت بعنينا. بابا ما تقلقنيش عليك. لا بالعكس، ده انا عايزك تقلقي وتتخضي وترجفي كده. تعملي ممكن كده؟ ممكن يلا بقى عشان هتاخر على طب ما انا جاهز اهو. انت هتخرج معايا وانت فورمال كده؟ وانا ايه؟ فورمال فورمال دي انا يعني خارج معاكي بالبيجامه يعني يا سلمى؟ لا يعني بس احنا لسه في الاول، فكها شويه. افكها اعمل ايه؟ انا اروح اتعشى معاكي بالمايو؟ لا يعني بس مش عارفه، يعني ممكن نلعب في صورتك شويه؟ نلعب في صورتك؟ يا عصلت. طب يقولوا عليا ايه في الاداره لما يسمعوا نلعب في صورتك دي؟ ما تقلقش، صورتك مش هتتهز يا حضره الضابط. اتفضلي العبي في صورتي. عايز تعملي ايه؟ يعني ممكن نلعب الكرافات دي مثلا. نلعب الكرافات ده انا شقيت عقبال ما اجيبها. دي انا ما صدقت اربطها، ده ربطتها بتغلب يا سلمى. ممكن نقلع الجاكيت خالص. نقلع الجاكيت؟ الله، انت ناوي على ايه؟ نخلع الكرافات والجاكيت هنغير يعني؟ وريني كده. ايه؟ نفك ده كمان. مش كده؟ ونفك الكمام برضه، صح؟ مش كده؟ الواحد حتى يبقى دماغك مش ساره ولا ايه؟ الدولاب عندك، نقي اللي انت عايزاه يعني. انا مش انا ارمى ارمى لدوس ترار الم. كل العشاق خدوا مني خدوا مني دروس فراغ الهم. نادى ملاك الموت وناديته شتى، خط عليك يا زين خطفك ولم فتى. يا عطير ومتربرق غطى يا جابر انت ومحروس، ويفك سجنك يا دياب. وكان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ والله وجدكم على الطبطاب يا ولاد علام. بركة دعوين عليهم. جهزك يا همام لحد يسمعك. اه يا جابر يا ود عمي. الله يرحمك يا جابر يا ود عمي، ويدجش الطوبة اللي تحت راسك. اه يا اخوي يا ود
يا خوفي من اللي جاي، يا خوفي من اللي جاي. ربنا يفك حبسك يا دياب عشان ترجع تاخد بيدنا من النيلة السودا دي. يا حزني ويا سواد ايام اللي جاي، جوايا نهر لو طلعت هتحرق الدنيا كلها. موت محروس قفل صفحة هنا، فتح صفحة مرار اليوم حزني. أنا اللي قلت له، أنا اللي قلت له يروح معاهم المشوار ده. كنتش عارف إنه آخر مشوار هيعمله في حياته. أنا السبب، أنا السبب. ليه هو بالذات؟ ليه يا رب هو بالذات؟ محروس ده كان ولدي اللي مخلفتوش. تعشمت لما يكبر ويجوا تسند عليه. ليه هو بالذات؟ ليه؟ يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده، يا ريتني مت قبل ما اشوف اليوم ده. نشفت دموعي، قلبي بيبك عليهم ده. حياتك الباقي يا طاهر. يا نهار اسود، ازاي مش حمل عيني بسيدي جابر ده؟ انا حاسس ان ابوي هو اللي مات النهارده. طيب اهدى يا طاهر، مش كده؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي واني مش حيهلاني عيشه غير باوامره؟ يا براري من بعدك يا سيدي جابر. حكمة ربنا يا طاهر. يا طاهر امال راجل مش كده؟ يعني هي جت علي، سيبوني عيط وفيش غليلي. هو الكبير فين؟ الكبير فين؟ عايز اعزيه. الكبير فين؟ اكتب ياد انت وهو، محدش يبكي انه واصل. البقية في حياتك يا سيدي منصور. مع وش كتر كلامه حديد. انتوا ايه اللي جابكوا هنيه دلوق؟ جينا نعمل الواجب يا كبير ونعزوك في ولدك جابر ونطمن على دياب. اياك اسمع كلمة عزة دي، حق جابر ودياب لازم يرجع الأول وبعدين نبقى نفكروا في عزل. وحقهم عند مين يا كبير؟ عند الحكومة. الحكومة؟ أيوة عند الحكومة. مش هم اللي قتلوا ولدي جابر وقبضوا على ولدي دياب؟ يبقى لازم ناخد طاري منهم الأول. أيوة كبير، بس الحكومة إيدها طايلة، ولو قابلناهم الشر بالشر هيبقى فيه طار بيناتنا وحمام دم ما يخلص واصل. ما ارتاحش ولا يهدى لبال الا ما اخد طارم اللي أزو عيالي. تعرف حد بعينه يا كبير؟ ايوه. قول لي عليه وانا جرجشه بسناني. الضابط اللي كان مسؤول عن العمليه. طب اسمه ايه الضابط ده؟ اسمه حسام الهلالي. يا وجعته السودة. طب قول لي هو فين وانا طخه عيارين اخد بطار سيدي جابر. اخرس. انت مين انت عشان تاخد بطار جابر؟ كل شيء باوان، ولسه في الميري، يبقى لازم نرتب وترتيب علشان ما نضرب ضربتنا وناخده طارنا من غير الحكومة ما تمسك علينا زلة. هو دي الكلام الموزون يا سيدي الناس. أيوة، بس لازم نعرف الأول مين الخاين اللي واشى بينا عند الحكومة، مين الجبان اللي دخل الحكومة وسطينا. لازم نعرفه علشان ما صب شر جوا حلقه واخرس طول عمره. ويا ويله مني.
يا ويلو مني. أكلة سمك بقى حسن باشا. ازي حضرتك؟ المكان كله نور. أهلا وسهلا. أنا إبراهيم يا فندم، حضرتك نسيتني ولا إيه؟ إبراهيم. أيوه حضرتك اللي شغلتني هنا، وصيت عليا المستر فؤاد ومدام جيهان علشان أشتغل. ازيك يا إبراهيم؟ تمام الحمد لله. الحمد لله حبيبي، عامل إيه؟ الحمد لله كله تمام، ربنا كرمني الحمد لله وخطبت وإن شاء الله هتجوز قريب. بسم الله ما شاء الله، مبروك يا أبو خليل. الله يبارك فيك، طبعًا كل ده يرجع لحضرتك وجميل حضرتك عليا. ما تقولش كده يا أبو خليل، إحنا مجرد أسباب، ربنا يا عم هو اللي بيعمل كل حاجة. ربنا يخليك. بقول لك يا أبو خليل، عايز أكلة سمك بقى على ذوقك وتتوصى بالكاليماري يا سيدي، كاليماري عشان المدام ما تزعلش، ولو اسمه صبيت يعني عشان المدام بتموت فيه. ألف مبروك على الجواز يا فندم. ألف مبروك يا فندم. عايز أقول لحضرتك إن زين ما اخترتي حسام باشا، يعني راجل ونعم الرجال، ربنا يا رب يسعدك. ده كتير أبو خليل، ربنا يكرمك. بقول لك أبو خليل، توصى بقى بالأوردر بسرعة ومش هوصيك يعني. ها هم أوراق ماشي. تسلم، تعالى حبيبي. شكله بيحبك قوي، انت عملت له ايه بالظبط؟ زي ما قال شغلته هنا في المحل. تعرفه من قبل كده؟ اه قبضت على ابوه حبسته. ايه قبضت على ابوه بيحبك كده؟ اه. ازاي يعني؟ بعد ما قبضت على ابوه الواد جالي واشتكى لي انه في رقبته كوم لحم، وقال لي الحكايه والروايه وانت فاهمه بقى الجو ده. عملت تحريات لقيت فعلا الواد ظروفه تصعب على الكافر، توصلت له عند الاستاذ فؤاد ومدام جيهان اصحاب المحل وشغلته، وهو الحمد لله خطب وهيتجوز وربنا كرمه. اهلا 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 حسام باشا. فؤاد بيه ازاي حضرتك؟ والله لسه في سيرتك بالخير اهو. الله يخليك. منور المحل يا حسام باشا. ازيك يا مدام جيهان؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. اقدم لكم سلمى مراتي يا فندم. الف مبروك يا هانا. ميرسي. الله يبارك فيك. الف مبروك يا حسام بيه. لا بس انا زعلان جدا ان انت ما عزمتناش. والله غصب عني، في حاجات انت عارف في الافراح والزحمه دي بتفوت الواحد، فسامحني معلش. عموما هي ملحوقه. ملحوقه؟ ملحوقه ازاي يا فندم؟ اوردر معاليه والهانم وكمان عليهم تورته هديه من المحل بمناسبه جوازكم. اه بس ده كتير يا فؤاد بيه، ما صحش كده يعني. بالعكس ده صح جدا. ربنا يخليك يا فندم. ده اقل واجب نقدمه لراجل محترم وصديق عزيز زيك. ربنا يخليك يا مدام جيهان، ومبروك للمره الثانيه يا مدام. بجد انا بهنيكي على جوازك من حسام، ده من الناس القليلين المحترمين قوي اليومين دول. ربنا يخليك يا فندم. طب ما تتفضلوا يا فندم معانا. لا 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 ما ينفعش خالص، انتوا قرسان جداد، اقعدوا براحتكم كده مع بعض من غير عزول. متشكرين يا فندم. يلا عن اذنكم. يلا بون ابيتي مره ثانيه. سي يا فندم، ربنا يخليك. هو في ايه؟ انت دافع لهم كلهم فلوس عشان يتكلموا كويس عنك قدامي ولا ايه؟ حاشا لله، بمحبه والله، ربنا يحبب فينا خلقه يا رب. انت مش واخد بالك من حاجه؟ حاجه؟ اسمها جيهان. صاحبة المحل؟ اه اسمها جيهان. انت واخد توكيل جيهان ولا ايه؟ اه يا خبيث، ده انت قلبك اسود يا سلمى. اه واخد توكيل جيهان، ايه رايك بقى؟ البقاء لله يا معلم منصور. البيه في حياتك يا كبير. كلنا ليها بشوات، الموت علينا حق. طبعا انت عارف ان ابنك جابر الله يرحمه مات اثناء القبض عليه. هو بيحاول يدخل كميه كبيره من السلاح لمصر بطريقه غير مشروعه. وكمان تم القبض على ابنك الثاني دياب. وده طبعا بيثير الشكوك حواليك يا كبير. حواليا يعني؟ النيابه امرت باستدعائك للتحقيق، بس طبعا بما انك كبير الناحيه فضلت ان انا اجي اقدم واجب العزاء وابلغك بنفسي. وايه المطلوب دلوقتي يا باشا؟ انك تيجي معايا على مصر علشان تحضر التحقيق. دلوقتي؟ وده وقته؟ عندك مانع يا معلم منصور؟ ايوه عندي. حضرتكم شايفين ناسنا واهلنا وحبايبنا جايين يواسونا في مصابنا، ما يصحش اهملهم وامشي. وبعد كده هنطلع كلاتنا على الطراشنة، هنعزف محروس والدخو سادق بيه. يبقى توعدني بعد ما يمشوا الاهل والخلان والحبايب وتعزي صادق بيه انك تيجي معانا على مصر. لو كان لنا عمر ان شاء الله. وانا في انتظارك، والبقية في حياتك مره تانيه يا كبير. السلام عليكم. قدرت ايه المبلغ اللي قال لك عليه الحاج منير؟ طبعا يا زيزو، انا اقدر اتاخر ولا ايه؟ النهارده يا حبيبي 10 20 25 اهو. الف شكر يا منير، ان شاء الله اول ما الظروف تتحسن نردهم لك على طول. حبيبي ربنا يسدد ما عليك. بس استنى من فضلك، دي واحده بس هبل. ربنا يسدد ما عليك يعني؟ تمضي لنا كده على الورقه دي. دي ورقه ايه؟ ده وصل امانه. انت بتخوني يا منير؟ عايز تمضى اخوك على وصل امانه؟ مش ده شرع ربنا؟ اه شرع ربنا. طب خلاص، ربنا قال ايه؟ اذا تداينتم بدين فاكتبوه، واحنا بنكتبه اهو. بس يا منير انا مركزي حساس، ودي اول مره امضي فيها على وصل امانه. يا عم فيها ايه؟ اشفط بطنك وعدي وما تخافش، اول مره ده ايه؟
بعدين ما نضمنش بكره هيحصل لنا ايه، الموت من الحياه. ماشي يا منير، ما المضطر يركب الصعب. اركب يا حبيبي، اركب اركب. استنى بس متاكد يعني. استلام اركب. تقعد يا معتز. سوري يا بيبي تاخرت عليك. ولا يهمك يا حبيبتي. منير كل شويه عمال يسالني اخبار حله امه ايه. عمر اسم الله عليك، هو في غيره؟ ادينا هو بحاول اقنعه يطرد السكان ويبيع العماره. اه عارفه لو ده حصل يا لولا، يا سلام. هيحصل وحياتك عندي لا يحصل، هيطرد السكان ويهد العماره ويبيع الارض كمان. عارفه عارفه ارض زي دي في الزمالك ودلوقتي تعمل لها كام؟ ملايين ملايين يا بيبي. بس ازاي بقى الملايين دي تبقى في جيوبنا احنا؟ لا سيب ده بقى عليا انا مخططه لكل حاجه. ازاي بس يا لولا؟ لا دي بقى مفاجاه. يا خوفي يا خوفي من مفاجاتك، لا تطلع مضروبه وتطير مننا السبوبه. ودي تيجي برضه يا مليجي، ده انا لولا وفي كل حاجة بطلع الأولى. اتفضل يا باشا. السلام عليكم يا عم جابر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مكانك انت هتتوتر ولا ايه؟ انت خالي. قشطة عليك، خالك وخالتك وجوز خالتك زي ما انت عايزة حبيبتي. عمر. الو. ايه الراجل ده؟ ده خالي، تعالى معرفك عليه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ زي الصح. عمر اعز اصدقائي، خالي مليجي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبي، تشرفني. بقول لكم ايه بقى، اقعدوا اتعرفوا على بعض وحكوا براحتكم لحد انا ما اغير هدومي، لان انا اتاخرت قوي على نمرتي. روح انت يا بنت اختي يا غاليه، ربنا يوفقك. اتفضل حبيبي اتفضل. شكرا. وبالصلاه على النبي بقى، انت بتشتغل في ايه؟ انا بشتغل في بنك. وحضرتك؟ انا بشتغل في الاستيراد والتصدير. معلش يا حاج استناني دقيقه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله. أي خدمة هاني؟ هو الأستاذ اللي لسه طالع دلوقتي ده ساكن هنا؟ قصدك الأستاذ عمر جوز الست لولا الرقاصة. الرقاصة؟ أيوة ست لولا الرقاصة اللي ساكنة في الدور التاسع. يخرب بيتك يا عمر. في حاجة يا ست؟ لا أنا آسفة، متشكرة أوي. السلام عليكم. مع السلامة. والله ما تكسب إيدي. ماشي ماشي. ألف مبروك يا حسام. ربنا يبارك في عليك يا فندم، بركة في ربنا وفي سعادتك. ألف مبروك يا حسام بيه. يا حرام رجالة، عقبال عندكم جميعا كده، نشوفكم مساعدين يا رب. الناس تترقى وناس تفضل محلك سر. أنت هتبص لي في اللقمة معتز ولا إيه؟ ده أسلوب حسن غرضه النقة يا سيادة المقدم. ولا ما تنساش إن أنا قائد، يعني لا قدر الله المأمورية لو فاكست هتلاقيني ماسك صفارة طويلة من بتوع إسماعيل ياسين زمان دول وماشي في الشارع. ها مين هناك؟ بعد الشر عليك يا حسام. والله أنا فرحان من قلبي كأن أنا اللي اترقيت بالظبط. ربنا ما يحرمنيش منك يا ميزو. ولا يحرمني منك يا حظ. لولاك العملية دي كانت راحت في داهية بجد. ربنا يخليك ليا. كلها يا حامد، أنت بتغز التورتة ما تاكلها عيدة. ده إيه يا راجل أنت في إيه؟ دي طعم نافدة مش شوكة. ما هو قولك فيما هو منسوب إليك؟ من تهمة كلب سلاح من الخارج بغرض الإتجار فيه. هو فين السلاح ده؟ قبضته على حاجة عندي؟ يا بيه أنا راجل كبير ومن الأعيان وعندي أرض وطين تكفيني أنا وعيالي طول عمرنا، ما محتاجينش نشتغلوا في الممنوعات. ما الأرض محتاجة سلاح يحميها ولا إيه؟ سلاح على كد الحراسة بس وبرخصة من عنديكم كمان، إنما تجروا فيه لا. تفسر بإيه وجود ولادك الاتنين جابر ودياب في موقع التهريب؟ ده ملعوب مدبرينه ليهم ولاد الحرام. أنا خابر ولادي زين يا بيه، لا ممكن يعملوا كده. دول متلبسين يا بيه.
أنا راجل كبير ما قادرش أحصي خطويهم كلها، إنما يمكن الشيطان لعب بعقله ومكديه ولا كديه والله.